أجمل شيء لما سمعنا في الوقت الحاضر تلاوة القرآن الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ القارئ محمود شحاد محمد أنور ما تيسر من سورة الزمر فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى حتى فنعم
بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين يا رب العالمين. الله الله لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله إن شانئك هو الأبتر.